تشهد تونس لو بلوز امبورتون هو التصوير اللي باش تخرج ان شاء الله ماج دو سبور سي سا لي فالور التوانسه اللي كون فو ميتر ان افون اهم حلقه في هذه الدائره خاطر ان شاء الله انتوما اللي باش توصلوا وهذا هو اللي كنا نستناوه منه شكرا صحه وسلامه خروش بوي 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 دراسه فامي وواجه المباراه تاع نهار السبت نعرفوا ان مدينه الساكن هي هاي طب صديق بصوره واحده اخرى انتوا بخطوا الثاني واحد قدام سيلفو بلاي سيلفو هذه أول مرة تصير ديجا في تونس بطولة العالم هذه ما أول مرة تصير في تونس ودرسنا المنافس بالكدي وإن شاء الله معناها نعملوا كومبا عالمية ونهزوا راي تونس الفوق وإن شاء الله يقعد التيتر هذا في تونس إن شاء الله بطولة العالم تقعد في تونس لأول مرة إن شاء الله خدم برشا على الضربة القاضية فهمت قوي ونحضرنا احنا ومعناها هذه برسك خدمة عندي 26 عام خبرة في الملاكمة عندي 26 عام نعمل في البوكس ان شاء الله ان شاء الله نعملوا كومبا مزيانة ونربحوا بطولة العالم ان شاء الله اليوم نكتبوا في التاريخ اليوم لجنة التنظيم خدمة برشا على رأسها سي محدين هميلة مكرم قزقاز معز كريفة عائلة فحيمة الكل اخواته الكل واقفين من جمعية النخبة الاسوسياسيون إليت باش يكون نجاح بأتم معنى الكلمة من نوع الامتياز لأول مرة قاعدين نكتبوا في التاريخ قاعدين نكتبوا في تاريخ الملاكمة التونسية باش نكونوا على حسن الظن إن شاء الله باش تكون بطولة كبيرة مع أبطال كبار خاطر لوريو سي ان غران شامبيون معز فحيمة سي ان غران شامبيون بليزيور فوا يعني بطل تونس بطل إفريقيا بطل فهمتني ولا أوروبا واليوم يعني ودقة ساعة بطولة العالم أول مرة في تونس